هذا العمل أيضا بنفس العمل السابق، كمان على أرض أو جبل منخفض، كمان مش رقب بقوة، واشتغلنا على الياقة الموجودة هون. كان الأصابع هون متداخلة من داخل الجسد، يعني معنوه داخلة من الحنك. هون صار الشكل الأكثر يعني أنثوي، أنا أعتبره هذا يعني، إن كان ذلك هو الذكر فهذا هو الأنثى يعني. شوف الأحمر أنا أعتبره هذا مثل التاش، مثل الريباني اللي بيسموه هاي يعني، أو تاتش الدندوشة، دندوشة الدلع، هذا أنا أعتبر هذا دندوشة الدلع. يعني الأصابع الموجودة الخارجية من ما فوق الجمجمة، مع الأصابع الموجودة النابتة من ما فوق الشعر، كمان هي يعني لأنه هي كائنات يعني وحدانية، والعلاقة بالعزلة مع هذا الفراغ الموجود، ما العلاقة بالجماعة، فهي دائماً عم تشكل حالاتها بعالم الشخص الذاتي يعني، يعني برقصها، بغناها، بدلالها، بغنجها، هي مع ذاتها، مش بحاجة لآخرين. فكل أعمال هي طبعاً بهذا المزاج، بهذا السيستم. ضروري إن أنا أقوم بشرح لوحاتي بهذه الطريقة. يعني يجوز هي طبعاً مآلاتها يجوز متعددة من الآخرين، كيف تفهم، كيف ترى، كيف كذا. بس بحكي عن أنا مسألة التكنيك، هذا موضوع له لغة مختلفة عن ما نحكي الآن باللغة يعني. فهي هيك الفكرة يعني، يعني إيجاد كائن له علاقة بالطرافة والغرابة. يعني من جميل أنك هلا مثلاً، من أجمل أنه الإنسان بيعيش حالة معينة، أنه هو بيشوف يعني مذاق لأول مرة يتذوقه يعني، خارج الطعومات المعتادة تبع الحلو والمر والحامض وكذا. فأنا بخلق الآن كان لم يرى سابقا، يعني وجد من خلالي أنا الوحيد على قادر على إيجاده، وأنت ستراه لأول مرة عندي فقط، لن تراه عند الآخرين. وهذا هو المكسب الكبير، هذه هي علامة النصر.